ثلاث أشياء رئيسية لو عملتهم أضمن ليك إنك هتكون واثق من نفسك. أول حاجة إنك تتعلم تقول لأ، لما الشخص اللي قدامك يطلب منك حاجة وإنت مش قادر فعلا تعملها قول له لأ، لما الشخص اللي قدامك يقول لك تعالى نروح مشوار وإنت مش عاوز تروح قول له لأ، لو مشغول وعندك أعمال قول له لأ، لما الشخص بيتصل بيك بيتصل بيك في الوقت المناسب ليه هو، وإنت من حقك ترد في الوقت المناسب ليك إنت. تاني حاجة ودي مهمة جدا، مظهرك الخارجي مهم جدا، ريحتك مهمة جدا. النقطة اللي بعد كده وهي النقطة الأخيرة، ما تحكيش عن نفسك كتير للشخص وانت ما تعرفوش، يعني لو لسه متعرف على شخص جديد ما تحكيش كل الأمور الخاصة بيك والخصوصيات بتاع حياتك كلها للشخص ده، واسمع أكتر مما تتكلم، لأن الأمر ده في غاية الأهمية وناس كتير جدا ما بتاخدش بالها منه. واحترس إنك تدي أسرارك لشخص انت لسه ما تعرفش عنه حاجة، والأفضل إنك ما تديش أسرارك لحد أصلا. بقى وركز معايا علشان الحاجات اللي بعلمها لك دلوقتي مش هتلاقي حد يعلمها لك في أي مكان، ثقة بالله. بص بقى، لو لقيت الشخص اللي قدامك بيعمل كده معناها هنا إن جواه بيقول الموقف خيم عليه اليأس، الشخص ده خلاص يأس من الحالة اللي هو موجود فيها، أو يأس من الكلام اللي أنت بتقوله، أو يأس من الموقف، أو يأس من المكان ويرغب في التغيير. فلازم تكون منتبه كويس أوي وقت ما تلاقي الحركة دي. الحركة التانية ودي مهمة جدا، لما تلاقي الشخص اللي قدامك عمال يعمل ده معناه إن هو في حاجة شغل عقله متوتر منها، ولو هو خايف بيعملها كده ده توتر وخوف، وممكن تيجي سعادة وانبساط، وحضرتك بتحلل وتقيس على حسب الموقف اللي انت موجود فيه. ثلاث امور لو عملتهم اضمن ليك ان اي مقابلة هتقابلها لاي حد هتكون القائد والمسيطر فيها، وهتكون صاحب كاريزما عالية جدا. اول حاجة لازم تحطها في عقلك ان الشخص اللي قدامك هياخد انطباع عنك في 3 ثواني بس، فلازم نظرة عينك تكون في عينه، السلام باليد يكون قوي، مظهرك يكون جيد، وظهرك مفروض. دي اول حاجة. تاني حاجة انك تحضر تعريف لنفسك، تقول انا فلان الفلاني بشتغل كذا كذا كذا، لازم دي تحفظها وتتدرب عليها اكتر من مرة. النقطة اللي بعد كده لازم تبتسم في وش الشخص اللي قدامك وتخطفه، انت اللي تحركه مش هو اللي يحركك، تاخده شمال تاخده يمين، تقوله طب تعالى نقعد هنا، طب تعالى نشرب كذا، يبقى انت اللي لازم تكون متحكم في المقابلة. ولو الشخص ده قاعد على مكتب او انت رايح لشركته لازم تدخل بالابتسامة وتدخل بخطوة سريعة، واثق من نفسك وتعرف نفسك بصوت مسموع، والكسوف والخجل اللي بيحصل لك دوت تكسره بانك تدعي الثقة بالنفس وتدعي الشيء حتى تتقن. في بعض الناس بيعلقوا تعليقات ممكن يكونوا بيها بيتريقوا على لغة الجسد، وبيقول لك ما ناقص بقى تقول لي كمان اللي بيهرش فيه الأعضاء التناسلية أو اللي بيهرش فيه المؤخرة. حابب أقول لك إن في العلم موجود ليها دلائل. أول حاجة، الهرش في المنطقة الأمامية التناسلية معناها إن أنت بتخفي شيء وعاوز تبادر بيه بنفس الوقت ولكنك مش قادر. لو انت اللي بتتكلم معناها ان انت مخبي شيء او بتحاول تكذب. لو الشخص اللي قدامك بيتكلم وانت عملتها معناها ان حضرتك مش عاجبك الكلام اللي هو بيقوله، بخلاف طبعا الحاجات الطبيعية اللي بتحصل، عدم النظافة وغيره من كل هذه الاشياء، بس انا بقول لك في لغة الجسد. انما في المؤخرة معناها انك تشعر بالوحدة ولا تستطيع الثقة باحد، وتلاقيها دايما عند الاطفال، تعرف ان الطفل مش مطمن والطفل مش حاسس بامان لو لقيته بيعمل الحركة دي. لغة الجسد، كل حاجة في جسدك ليها تفسير، ما تبقاش تعلق بقى التعليق ده تاني. 3 حاجات لو عملتهم هتخطف بيهم قلب البنت. اول حاجة انك تهتم بتفاصيلها الشخصية، الحاجات البسيطة قوي قوي اللي ممكن تشوفها فيها، ايه ده غيرت لون شعرها، عملت شيء جديد، جابت فستان جديد، لازم تكون مركز في التفاصيل الدقيقة دي. تاني حاجة تحترم وجودها، ما ينفعش تبص لواحدة تانية وانت معاها، غلط، ما ينفعش تتكلم عن واحدة تانية وانت معاها، ما ينفعش تكون عينك زيغة، الخيانة ابعد عنها، لان لو خنتها مرة مش هتنساها لك طول عمرها. كن معاها جنتلمان، ارجع للافلام القديمة كده، افتح لها باب العربية، قعدها على الكرسي، خليك نضيف في نفسك، خليك راجل تحامي عنها، غير عليها بس ما تكونش قافل عليها قوي، ها تكونش قافل عليها، غير الغيرة اللي هي الجميلة دي. على فكرة البنات بتحب قوي الهدايا، بتحب الشوكولاتة وبتحب الورد، لو قدرت تعمل حاجة زي ديت
يبقى كسبت قلبها. من الحاجات المستفزة جدا اللي حصلت تقريبا لكل واحد فينا ان الشخص يكون اونلاين وتيجي تبعت له الرسالة فجأة بعدها بدقيقة تلاقيه اوفلاين وما بيردش على الرسالة بتاعتك. لو الشخص ده بنحسن النية فيه ممكن يكون عنده ظروف، لكن على الاغلب الشخص ده بيعملها الحاجتين. اول حاجة انه مش عاوز يتكلم معاك وما فيش وقت ومش فضيلك ومش فايقلك، دي اول حاجة. تاني حاجة ان الشخص ده بيحاول يوصلك رسالة انك مش بالسهل توصل لي، انك مش بالسهل تتكلم معايا، ولازم تعرف قيمتي، انه لازم يتقل يعني ويكون مغرور ويكون متكبر عشان ينول اعجابك. دي بتحصل في بداية العلاقة بين الولد والبنت كمان، فاحترس من النقطة دي. لو الشخص عمل الحاجة الاولى وان هو مش عاوز يكلمك دلوقتي، الافضل انك ما تزنش عليه وتفضل توجع دماغه علشان تتكلم معاه، ابعد خالص وما تتكلمش معاه دلوقتي لحد ما هو يكلمك. النقطة التانية، لو الشخص ده بيتكبر ومغرور وعمل ده متعمد، لما يجي يبعت لك رسالة ما تردش غير بعدها بساعتين. اوكي حبيبي، انا نصحتك واللي انت عايز تعمله اعمله. اسمعي، علشان الموضوع حياة او موت. الشخص اللي قدامك بيختبرك في تلات اشياء رئيسية، وبعد الاختبار بيهجم عليك مباشرة وممكن يسبب لك الام، ممكن يضربك، ممكن يجيب اصحابه يضربوك، ممكن يأذيك، ممكن يقتلك، ممكن يعمل اي حاجة. يبقى التلات اشياء، اول حاجة الشخص بيبدأ يختبرك بتعلية صوته، بيبدأ يعلي صوته، يقول انت بتفهمش، انت مش عارف ايه. اوعى تقول له وطي صوتك، دايما تبص في عينه، تعمل له كده تمام، خلص، قول اللي عندك. تاني حاجة، الشخص هيبدأ يلمسك او يزقك. اول ما يلمسك او يزقك بيختبرك، لو انت سكت وبقيت هادي في الامر هيهجم عليك اكتر. لكن المفروض تعمل ايه؟ المفروض ان انت ما تسمحش باللمس، تقول لو سمعت ما تلمسنيش، لو سمعت ما تعمليش، المهم ما تقبلش بده. تالت حاجة الشخص بيعملها معاك، الا وهو بيدخل مساحتك الشخصية. اول ما يدخل مساحتك الشخصية بقى بيهجم عليك يا باشا. ركز معايا بقى عشان هوريك السحر الرائع جدا. لو لقيت شخص قاعد معاك وماسك شعره بالطريقة ديت، معناه ان هو مبسوط بالقعدة معاك ويشعر بالراحة النفسية بين الناس اللي قاعد معاهم، سواء ولد او بنت، لو مسك ايه شعره بالطريقة دي. لكن لو لف صبعه على شعره بالطريقة ديت وفضل يعمل كده، معناها ان هو بيخفي سر ما وبينغلق على نفسه، يعني هو مش حاسس بالألفة او في المكان اللي هو موجود فيه. طيب لو لقيت الشخص ودايما بنشوفها بيعمل الحركة دي بالاربع صوابع بيهرش في المنطقة دي، معناها ان هو الوضع ممل ومنزعج جدا جدا، وخايف ان هو يقول كلمة يجرح الشخص اللي قدامه او يقول كلمة يجرح الناس اللي قاعدين قدامه، فبيجيبها من قصرها وبيحاول يخفي المشكلة المعقدة اللي هو بيمر بيها. تابعوا بقى الحساب، ما تنسوش في حلقات رائعة جدا جدا جدا. اشتركوا في اليوتيوب بفعل الحلقات الكاملة اللي انتوا عايزينها، وما تنساش لو عجبك فعلا شاركوا مع غيرك علشان ننتشر وعشان نوصل كل المعلومات لكل الناس.